دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى ضرورة تضافر الجهود واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لمواجهة تحديات تأثير تغير المناخ على الصحة، كما طالب أبو الغيط بمناسبة الاحتفال بيوم الصحة العربي لعام 2023 تحت شعار تأثير تغير المناخ على الصحة بتوفير الدعم المطلوب من الدول الكبرى إلى الدول الأقل نموه. ونبه إلى أن دراسات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن المخاطر البيئية مسؤولة عما يقرب من 23 من العبء الإجمالي للأمراض في الدول العربية، كما أن أول الأشخاص الذين تضررت صحتهم على نحو أسوأ كان نتيجة لأزمة مناخية هي الأقل إسهاما في أسبابها.